اول حاجه اقسم بالله الواحد ما زعلان، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الواحد مش زعلان نهائي، الحمد لله ان هي جت على قد كده. يعني كفايه كفايه ان انا ومراتي وبنتي كنا جوه العربيه قبل ما تولع بدقيقه، فالحمد لله اللي احنا خرجنا من العربيه قبل ما تولع، فدي الحمد لله. انا هحكي لكم كده اللي حصل بالظبط. يعني انا معايا عربيه مرسيدس CL 200. العربيه ديت انا مشتريها بالظبط من 5 شهور. العربيه ماشيه بالظبط 10000 كيلو مش اكتر نهائي، لسه عامل لها صيانه ال 10000 من شهر بالظبط. العربيه يعتبر ما استخدمهاش كتير اصلا. فانا كنت رايح مشوار انا ومراتي وبنتي بالليل على الساعه 12، فاتحركت من عندي في اكتوبر، مسكت في اكتوبر، فاتحركت من اكتوبر رايح صقر وكريش اللي في المعادي. فاتحركت لحد ما وصلت عند صقر كده فوق، العربيه ماشيه معايا تمام، مفيش اي مشكله خالص، ولا في لمبه تشيك طلعت، ولا في اي حاجه حصلت، ولا انذار ولا اي حاجه. رغم ان احنا طبعا عارفين كل عربيات المرسيدس مؤمنه تامين كامل، واي حاجه بتحصل لازم يديك انذار، ولازم ولازم ولازم. انا اللي حصل معايا عكس كده خالص، انا ماشي بالعربيه مفيش اي حاجه نهائي. فجاه لقيت حد بيكلكس لي وبيشاور لي جنبي، عربيه تانية جنبي، ففتحت الازاز ايه في ايه، لقيته بيقول لي في دخان طالع من عربيتك. فروحت راكن العربيه على جنب، والشخص برضو اللي هو شاور لي دوت راكن العربيه على جنب كتر خيره ان هو نبهني. طبعا الدخان ما كانش باين خالص لانه كان طالع من الجنب على تحت في الارض، فما كانش باين. فاول ما ركنت والشخص ده ركن، اول ما نزلت بصيت على منظر العربيه لقيت كميه دخان رهيبه طالعه من على ناحيه الكبوت، طالعه كده حاجه اكن في حاجه غريبه بتحصل، دخان كتير كتير طالع من العربيه. اول حاجه، اول رد فعل عملته بالظبط، انا كنت لسه بشوف في ايه يعني، لسه ما اعرفش حاجه. اول رد فعل عملته رحت منزل زينب وايلن على طول من العربيه، قلت لهم انزلوا بسرعه، ورحت منزلهم وبعتهم خالص، بعتهم من الناحيه الثانيه بعيد عن العربيه تماما. وقلت اروح افتح الكبوت اشوف ايه في ايه، ايه اللي بيحصل. لسه هقرب عند الكبوت لقيت الكبوت بيولع، لقيت في نار قايده في الكبوت ناحيه اليمين. فطبعا النار دي قايده، اول حاجه عملتها جريت انا والراجل اللي هو كان برضو وقفني دوت، راح جاب طفايه حريق من عنده، وانا جبت طفايه حريق من الشنطه عندي في العربيه، وحاولنا نطفي الحته اللي ولعه دي. الطفايتين خلصوا وما طفتش، بالعكس ده ولعت ازيد. فجاه لقيت الكبوت مره واحده قدامي وكله والع بلا استثناء. طبعا الطريق الدائري كله وقف، الطريق كله وقف، والناس كلها نزلت، كله حوالي بتاع 25 30 طفايه حريق، حرفيا 30 طفايه حريق بنحاول نطفي العربيه ما بتتفيش نهائي نهائي، بل بالعكس بتزيد، بتولع اكتر وبتزيد. والناس كلها نزلت طبعا طفايه الحريق وبيحاولوا يطفوها، وواقفين بنطفي ومفيش فايده، والعربيه ولعت كلها، كل طفايات الحريق اللي معانا خلصت والعربيه كلها ولعه ولعه قايده نار زي ما انتم شفتوا امبارح كده. انا واحد واقف طبعا شايف شقايه وتعبي ضايع قدام عيني، العربيه ولعت بدون اي سبب، بدون اي سبب يذكر حرفيا. انا ماشي مفيش اي حاجه، فجاه العربيه ولعت بدون اي سبب. فقلت لازم يعني اوثق اللي بيحصل دوت عشان اثبت حقي، يعني انا واحد دلوقتي عايز اثبت حقي. فخلاص هقعد اعيط على العربيه واقعد جنبها واعيط، خلاص العربيه قدامي بقت كوم رماد، بقت كوم تراب قدامي، ما بقتش موجوده. فطلعت لايف عشان اوثق اللي بيحصل، ان عربيتي ولعت على الدائري بدون اي سبب. عربيه CL 200 مرسيدس لسه مشتريها من 5 شهور، ماشيه 10000 كيلو، لسه العربيه ما مشيتش، عربيه جديده، مش جايب مثلا عربيه مستعمله ولا بقى موديل قديم، لا عربيه موديل 2020 مرسيدس CL 200، عربيه جديده جايبها من المعرض، ما فيهاش حاجه وما بستخدمهاش كتير، والعربيه ماشيه 10000 كيلو بس. فولعت، فطلعت لايف عشان اوثق اللي بيحصل، ان انا دلوقتي انا فين حقي؟ انا عربيتي بتولع قدام عيني، شقايا وتعبي بيضيع قدام عيني، شقا وتعب وحلم سنين. يعني انا كنت بحلم بقالي سنين ان انا اجيب العربيه دي، بقالي سنين بتعب وبشقى وبحلم عشان اوصل لدي، فلما جبتها حصل كده. يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ان انا ومراتي وبنتي بخير. يعني انا كل ما اتخيل منظر العربيه بعد ما المطاف جت وطفيتها، لان احنا ما عرفناش نطفيها، شوفوا كم عربيات كانت موجوده قد ايه، كانوا بيحاولوا يطفوا العربيه ما حدش عارف يطفيها نهائي، اقسم بالله ما حد عارف يطفيها لحد ما المطاف جت وهي اللي طفيتها، ما حدش عارف يطفي العربيه غير المطافي. لو كنت تخيلوا ما طفوهاش كمان بسرعه، طفوها
بصعوبه شويه. العربيه كانت قايده نار مش عايزه النار تتشال من العربيه، العربيه كانت ولعه يا جماعه. فالحمد لله على كل شيء. انا لما طلعت لايف ده امبارح طلعت عشان اوثق بس اللي بيحصل واثبت حقي ان انا واحد ماشي بعربيه جديده وحصل كده، والله ما زعلان، اقسم بالله ما زعلان. وناس كتير حتى بعتين لي بيقول لي انت مش انت متضايق ليه، دي مجرد عربيه. لا يا جماعه مش مجرد عربيه، دي حلم يعني، دي مش مجرد عربيه. انا عايز اقول لكم حاجه، لو انت مكاني ومش مشتري عربيه، مشتري عجله، لو انت مكاني مشتري عجله وخدتها النهارده الصبح من المكان اللي انت اشتريتها منه ونزلت اتمشيت بيها شويه، تاني يوم لقيت العجله اتكسرت منك، هتعمل ايه؟ هتركن العجله ولا هتاخد العجله وهتروح تتخانق مع صاحب المحل وهترجعها له وهتاخد مكانها؟ انتوا فاهمين، انتوا فاهمين اللي انا حاسه؟ فالناس اللي بتقول لي انت 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 يعني انا معلش انا بني ادم معلش، انا لو مشتري كوتش بتعبي وبشقايه والكوتش دوت من اول لبسه اتقطع مني انا هروح ارجعه للمكان اللي انا اشتريته منه، وهبقى زعلان على الكوتش اللي اتقطع مني اللي انا كان نفسي فيه واشتريته. ما بالكوا بعربيه مرسيدس غاليه، بغض النظر عن ثمنها، عربيه مرسيدس غاليه يحصل فيها كده وانا ماشي بيها على طريق وانا ومراتي وبنتي جواها. فالحمد لله اللي احنا خرجنا منها. والله والله كمان مره انا بحمد ربنا، انا كل ما اشوف صوره العربيه وهي متشاله على الونش بعد ما اتفحمت بالكامل، العربيه يا جماعه متفحمه بالكامل، متفحمه بالكامل، بقت كوم تراب، اقسم بالله كوم تراب العربيه متفحمه. بقى انزل لكم الصور عامله ازاي يعني، يا ساتر بجد العربيه اتفحمت. فاللي حصل ان انا لما شفت العربيه وهي متفحمه واخدها ورايح القسم عشان اعمل محضر بيها، والله انا شكرت ربنا، قلت الحمد لله. تخيلوا ان حد كان يبقى جوه العربيه دي كان يبقى عامل ازاي، كان هيطلع ما كانش هيطلع منها اصلا. فقلت الحمد لله اللي احنا عرفنا نخرج منها. طب تخيلوا بقى لو انا مثلا الشخص اللي كان ماشي جنبي ما كانش نبهني ان في دخان طالع من العربيه والعربيه ولعت وانفجرت بيا وانا ماشي بيها على الطريق، انتوا متخيلين اللي انا حاسه؟ متخيلين قلبي وجعني قد ايه؟ انا قلبي وجعني على الموقف اكتر ما قلبي وجعني على العربيه، اقسم بالله كمان مره قلبي وجعني على الموقف اكتر من العربيه، لان انا يعني عمري ما كنت اصدق او اتخيل ان ممكن يحصل كده، انا ابقى ماشي فجاه والاقي العربيه بتولع لوحدها. والعربيه يا جماعه اول ما ولعت حرفيا، العربيه اول ما ولعت انفجرت يعني، بالظبط بعد ما نزلنا منها بدقيقه العربيه ولعت وانفجرت. فلو احنا كنا جواها كانت هتنفجر بينا. طب تخيلوا انا كنت مثلا من الدخان اللي كانت مطلعاه، جيت افتح العربيه لقيت اللوك قافل علينا، كنت هطلع انا ومراتي وبنتي من العربيه ازاي؟ يعني ومراتي وبنتي كنا نطلع من العربيه ازاي واللوك قافل علينا؟ يعني الحمد لله ان الموضوع كان متيسر معانا، وقدرنا اول ما الراجل قال لنا اركنوا على جنب عشان فيه دخان طالع من العربيه، ركننا العربيه على طول ونزلنا. حتى اقسم بالله ما لحقت تاخد حاجتي من العربيه، اقسم بالله كمان مره ما لحقت تاخد حاجتي من العربيه. اللي حصل بالظبط ان اول ما الراجل قال اركن على جنب ركنت على جنب، نزلت ببص لقيت في دخان كتير طالع، قلت لزينب وقال لي انزلوا بسرعه من العربيه، وبعتهم الاتجاه الثاني، قلت لهم ابعدوا بسرعه، ابعدوا بسرعه هناك واطلبي اوبر وامشي بسرعه وسيبيني انا هتصرف. هي قاعده حتى زينب اقسم بالله كمان مره كانت قاعده عماله تعيط ومش عايزه تمشي، عماله اتحايل عليها ارجوكي امشي وسيبيني انا هتصرف. بعدت بعتها خالص عن العربيه وبقيت واقف مش عارف اعمل ايه، يعني اطفيها ازاي، اطفيها ما بقتش عارف اقسم بالله. مسافه ما ركنتها